حلو. فأنا بطبيعتي بدي أقول إن إنساني مرحة، إنساني حماسية، وطبعا الجمهور من دول حماسه ومن دول محبته لإلي، فبكون بكونش متحمسه، فهيك محبه الجمهور لإلي ومحبتكم لإلي فهي اللي بتعطيني دائما حماس. تسلمي ريهام. حلو كثير يا ريهام. تفضلي قربي ونشوف راي لجنه التحكيم الليله. تفضل دكتور غاوي. طلعي انت واسمك مش ريهام جباره، انت واسمك طيبه جباره من مدينة ريهام. وأنا بحلف يمين قدام الجمهور الحبيب هذا الحلو اللي ورانا، إذا عزمتينا على عرسك أنا بجليكي بصوتك. لعيوني. أول معزيمة. صرنا ماخذين العزومة من هذيك المرحلة. عزمتنا. الآن فيما يخص غنائك بطبيعة الحال، يعني هذا الفرح وهذا المرح هو واضح جدا إليك. وأنا بتصور إنه يعني دورك كمان مرة، أنا بعيدة بكرر هذا الحكي، دورك كمعلمة أنا متأكد إنه هذا بيضيف كثير إلى تربية الأطفال وهذا الجيل على هذه المحبة وعلى هذه الروح الطيبة. أوكي، إحنا ما بدنا نقول إنك أنت مكتملة من ناحية غنائية، لا ما في شك، لكن أنا بقدر أمنحك العلامة التالية: 1 كاميرا خفية. حرام صدمة. إسا ريهام دا تبكي. يا بلشت. 14 يا بتضحك يا بتبكي ريهام. هي لازم نوثقها عم تبكي. وعلامتي هي 14. دكتور غاوي انا كثير بحبك والله، يعني محبتك بقلبي محفوره ومفيش حكي. نيالك يا دكتور. ست امل. انا بحب كل المتسابقين لانه تعودنا عليه من شهر 7 واحنا مرافقين، انه فعلا بصير ارتباط معهم. بحس انه الاهالي بتيجي ملاني توتر، ملاني حب ودعم، بس هذا بصعب علينا المهمه، لازم تتقبلوا ارائنا بصدر رحب. اختيارك للاغاني دائما بتاخذي اغاني حديثه من اسلوب البوب الشعبي اللي هو ما بيشكل تحدي للمغني ريهام. ما بيشكل تحدي غنائي، مش مثل اللي بغني حيرت قلبي معاك ودارت الايام وغناني اللي هي بدها شغل وجهد صوتي معين، لكن هذا اللون انت بتحبيه بتأديه بصدق. عندي مشاكل بصوتك بالاماكن العاليه الرفيعه كثير صعب يعني، بس اليوم انت كنت احسن بكثير من اخر مره. طلتك حلوه، حضورك بتحب الناس بتحب تغني. انا راح اعطيك علامه 13 هاي المره، وشدي حالك. الاسبوع الجاي بتتم خطبتها بشكل رسمي على فكره، فالف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك، والكل معزوم يعني. تنساش القاعه يا ريهام. استاذ محمد. ريهام انت لا شك دمك خفيف جدا. يسلم. ولا شك اللي قالوا زملائي والجمهور بيعرفوا كمان انه عندك حضور وعندك طاقه وعندك خفه دم مش معقوله. بس انا بدي اعطيكي 7 على الغناء. نشوف العلامات. دكتور غاوي انا ما شفت علامتك، واستاذ محمد 34 من 45. طبعا هاد ما بيقول إشي، واحنا بنعرف انه هاد ما بيقول إشي لانه الجمهور له نسبه 55 نقطه وهو اللي بيحدد لك. فتفضل توجهي للجمهور وطلب التصويت. اول شيء بوجه تحيه للجمهور العزيز، وبتاسف بشكل خاص كان عندهم انهم اجيب علامه اعلى من هيك، فانا هاي اللي قدمته وبحب اقولكم بحبكم ولا بحبكم ولا يا اللي هواكم بقلب انطبع فيكم فرح قلبي وعمر انقلب قلبي من يوستر انتو القرار والله 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 يا حبايبي. تحية لريهام جبارة. ما أطيب روحك يا ريهام. لازم نعطيها علامات على هاي؟ لا مش حاجة علامات. شكرا ريهام جبارة، وإن شاء الله نشوفك مراحل متقدمة. شكرا إليك. أحبائي أنا بالورد والحلوى وكل الحب أنتظره، أنا والأرض والقمر وعين الماء والزيتون والزهر أنتظر،
واحنا بانتظار احبابنا ليطلوا، مع مين رايحين يطلوا؟ بنعرف بهذا الريبورتاج. مجد الكروم في الجليل الاعلى، اشتهرت مجد الكروم بكروم العنب والزيتون. ومن مجد الكروم شارك معنا هيثم خليلي. لجنة التحكيم مستواها جدا منيح، برنامج نيو ستار وعن جد برنامج مثقف للثقافة للموسيقية. أنا بحب أكثر شيء صوت هيثم، يعني بفوت لقلبي بسرعة. هيثم خلايلي كتير بحبه، خاصة إنه بغني لوديع وبغني كتير حلو، بغني بصوت جبلي وفظيع البني آدم، يعني إن شاء الله يربح أنا معه. هيثم حب الجمهور كتير، وبالمرحلة الثانية حصل على أعلى نسبة تصويت، وأيضا علامة لجنة التحكيم كانت عالية جدا. أعتقد أنه قدامك مشوار طويل من الشغل. أما بالمرحلة الثالثة فتراجعت علامة هيثم من لجنة التحكيم بنقطتين. اسمح لي أقول لك الله عن جد. كيف راح تكون علامات هيثم بهالمرحلة؟